منذ اغتيال رفيق الحرير. هذه قائمة بأسماء المسؤولين السوريين أو التابعين لحزب الله الذين اغتيلوا في ظروف غامضة، وصرحت الحكومة السورية عن أسباب مختلفة لمقتلهم أو انتحار بعضهم. اللواء غازي كنعان، العميد محمد سليمان رئيس مكتب بشار الأسد ومستشاره الأمني، قتل بثلاث رصاصات في منزل في طرطوس. اللواء مصطفى التاجر قتل في مزرعته بالقرب من حلب. القيادي في حزب الله عماد مغنية، والذي تتهمه أجهزة دولية بتنفيذ اغتيال الحريري. ثم بعد ثلاث سنوات اغتيل القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين، والذي اتهمته المحكمة الدولية بشكل رسمي باغتيال الحريري. وعام 2012 اللواء آصف شوكت نائب وزير الدفاع السوري. وعام 2013 اللواء جامع جامع مسؤول المخابرات والمتورط في الملف اللبناني. عام 2015 اللواء رستم غزالة المسؤول عن الملف اللبناني. يقال بأن قصة بشار الأسد مع الاغتيالات السياسية بدأت قبل وصوله للحكم، في الفترة التي توفي فيها شقيقه باسل الأسد الذي كان مرشحاً لخلافة والده. عندما مات باسل كلف حافظ محمود الزعبي رئيس الوزراء السوري باستعادة أموال ابنه باسل من سويسرا، والتي تبلغ 13 مليار دولار. حبك الزعبي قصة أمام السويسريين بعد جلبه لفتاة واستخراج أوراق مزورة لها، وقال بأنها زوجة باسل وتطالب بالورث. نجح الزعبي في هذه المهمة، سجلوا عقد زواج رغم أنه ما كانت متزوجة، ما كان متزوج عشان يأخذون الورث، عشان يأخذون الورثة. وبعثوا رجل أعمال هنا من بيت الكزبري بالنمسا، والزعبي إجا عن نمسا وأنه هاي أموال وهذا متزوج وهذا كذا وكذا. طبعا ما أعطوه من الجمل إذنه يعني، بس لما حسوا انه محمود الزعبي، طبعا السبب الرئيسي لمحمود الزعبي ابن محمود الزعبي فاتح شركات ومعامل في مصر بشكل كبير. حسني مبارك تعرف حسني مبارك الله يرحمه مو سهل، اجت معلومات من خبرات انه في عملية تهريب اموال كبيرة لابن محمود الزعبي رئيس الوزراء سوريا، من سوريا بمصر. قام حسني مبارك استدعى بشار الأسد، قالوا بدنا نحكي بموضوع مهم يفهمون على بعض. ركب بشار راح، كان قلق يعني شو في شيء جديد يعني، فكان مبلغوا رسالة طبعا وخلوا يعني يعني هذا محمود الزعبي عم يشغل أموال كثير عنا، يعني نحن شو نسوي؟ كيف؟ قالوا هيك معمل كذا ومعمل كذا وسووا كذا. يعني أنت بعلم ولا بدون علم؟ بدون علمك مشان أعرف أنا يعني أسمح له ولا ما أسمح له، لأنه هاي أموال منهوبة. بشار أسد انزعج إنه كيف تروح يا محمود الزعبي تشتغل بمصر بدون علمنا، معناته أنت. فرجع من مصر استدعى بشار الأسد. بشار الأسد استدعاه، قال له شو هاي الأموال تبع ابنك بمصر؟ قال له إيه ابني مثل أبناء المسؤولين اللي حاطين أموالهم برا، بس ابني الوحيد السارق يعني. جاوبه الطريق كان واضح، كان واضح. قال له ابني حاله حال أبناء الناس اللي كل الناس تنهب، كل الناس عم تنهب، مال معد للنهب، فابني مثل ابناء الناس الاخرين، ليش يعني؟ قالوا طيب. بعثوا ثاني يوم او بعد اسبوع سووا عليه دعوه بالمحاكم وكذا، وبعثوا له لواء الشرطه قتلوا كاتم للصوت.